لأني كنت خايف إنه يأذيكي ميتري، لهيك حاولت لحقك مشان أنقذك أنت والطفل. أنا بعرف سارانش قديشه شخص خطير ومجرم. أنت ما كان لازم تجي، لو ما أجيت ما كان صار كل هاد. بدري عم أهلك بنتي شوي. بعد عني، أنت كيف بتتجرأ تقرب علي وتلمسني بعد ما فرقتني عن ابني؟ ناندو قولي له يبعد عني، خليك بعيد عني، لا تقرب مني. ميتري على مهلك، ميتري استني شوي. هدول 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 تياب ابني. لا لا، كنت لاففته بهي القماشة. مستحيل يصير هيك شيء. لا لا لا، مو معقول، أكيد هذا كابوس، أكيد كابوس. لا اهدي حبيبتي، اهدي شوي. ابني ابني، هي لا ابني، هي لا ابني. هيلا ماشي لابني. لا قولوا لي شو صار، لي شو صار. هي هي، هيلا ماشي لابني. لا ما عم صدق. مستحيل يصير هيك. هارش، هدول الأغراض لابننا. أهلين ميتري، استلمتي الهدية؟ سارانش، مستحيل تعمل هيك، بترجاك قلي إنك ما عملت أي شيء لابني. يلا قلي إنه هي مجرد مزحة منك. بترجاك سارانش قلي إنه ابني عايش ولساته منيح. للأسف ابنك فقد حياته، كيف بده يكون منيح؟ أنا آسف ميتري، أنا قتلت لك ابنك بإيدي،
سبق وقلت لك انك ما رح تقدري ترجعي ابنك، مشان هيك انا بعثت لك هيلا ماشيك هدية مني. مفكر انك بتملك حياة الناس يا سيء؟ مو معقول انت قدرت تحرم ام من ابنها الصغير. لو كنت بعرف انك رح تطلع هيك سيء ما كنت خليتك تعيش، كنت نهيت لك حياتك وما خليتك بين الناس. ايه ماما تركتيني عايش، معناها هي غلطتك انت. لو ما تركتيني عيش كان الطفل ضل عايش لهلا، بس فات الاوان. لا وانت ماتري لازم تكتفي بذكريات ابنك، لانه هو ترك هي الحياه، لهيك انبسطي بالهديه يلي بعثت لك اياها. فيك تعتبري انه هذا الشيء انتقام من سارانش. باي سارانش، شو هالحكي هاد؟